كانت تلك مشاهدينا ابرز عناوين نشرتنا من العاصمه فاهلا وسهلا بكم بحث الرئيس الامريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعه في واشنطن العلاقات الثنائيه بين البلدين وتناول اللقاء ايضا مساله ما اذا كان يتعين السماح لاوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيده المدى المقدمه من الغرب حيث اكد بايدن ان بوتين لن ينتصر في الحرب معلقا على التهديدات الاخيره للرئيس الروسي بانه لا يفكر كثيرا فيه أو لا أفكر كثيرا فيه وتأتي زيارة ستارمر إلى الولايات المتحدة في وقت تضغط فيه كييف للسماح لها باستخدام الأسلحة بعيدة المدى يذكر أن هذه هي الزيارة الثانية التي يجريها ستارمر إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه في يوليو الماضي جاتي قال مستشار اتصالات الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي ان الولايات المتحده لا تعتزم تغيير سياساتها بخصوص استخدام اوكرانيا للصواريخ طويله المدى واوضح انه لا يتوقع ان يصدر اعلان او يصدر اعلان مهم بهذا الشان بعد المحادثات بين الرئيس جو بايدن مع ضيفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اضاف ان الولايات المتحده تاخذ على محمل الجد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حذر من انه سيعتبر الغرب منخرطا مباشره في الصراع اذا اطلقت اوكرانيا صواريخ طويله المدى غربيه الصنع داخل روسيا. لا تغيير في سياسه واشنطن ازاء شروط استخدام اوكرانيا صواريخ طويله المدى لضرب اهداف روسيه. اعلان جاء على لسان مستشار اتصالات الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي الذي علل ذلك بان الاداره الامريكيه تاخذ على محمل الجد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حذر من انه سيعتبر الغرب منخرطا مباشره في الصراع اذا اطلقت اوكرانيا صواريخ طويله المدى غربيه الصنع داخل روسيا كيف حاولت مرارا اقناع حلفائها الغربيين بتغيير رايهم بهذا الشان قائله ان صواريخ طويله المدى اساسيه لاضعاف قدره موسكو على ضرب اوكرانيا واجبارها على تحريك قدراتها الهجوميه بعيدا عن الحدود لكنها لم تفلح في ذلك رغم الصعوبات التي تواجهها في ايقاف زحف القوات الروسيه شرقي اوكرانيا. هذه المساله طرحت الاسبوع الماضي ايضا خلال زياره وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن لكييف حيث قال ان اوكرانيا ضربت اهدافا داخل روسيا باستخدام اسلحه محليه الصنع، وعلاوه على ذلك علق متحدث باسم البنتاغون بالقول ان مدى صواريخ اتا كامز التي تطلبها اوكرانيا لا يبلغ الخطر الرئيسي المتمثل بالقنابل الانزلاقيه الروسيه، تمسك الغرب بهذه السياسه يهدف لتجنب تجاوز خط احمر اعلنه الكرملين والدخول في مواجهه مباشره مع دوله تملك اكبر ترسانه نوويه في العالم. قال روبرت وود نائب المندوبه الامريكيه في مجلس الامن ان قيام ايران بتسليم روسيا صواريخ بالستيه لدعم جهودها في الحرب التي تشنها على اوكرانيا يمثل تصعيدا خطيرا اضاف ان وزاره الخزانه الامريكيه سلطت عقوبات على اشخاص وكيانات ساهمت في تسهيل وصول الصواريخ الايرانيه الى روسيا من جانبه اعلن الاتحاد الاوروبي انه يدرس مع شركائه فرض عقوبات مماثله على طهران بلهجه قويه نددت الولايات المتحده الامريكيه قيام ايران بتسليم صواريخ بالستيه لروسيا خلال الفتره الاخيره لدعم جهودها في الحرب التي تشنها على اوكرانيا واكد روبرت وود نائب المندوبه الامريكيه في مجلس الامن ان الخطوه تعتبر تصعيدا جسيما وانه كرد عليها قامت وزاره الخزانه الامريكيه بتسليط عقوبات جديده على اشخاص وكيانات ساهمت في تسهيل وصول الصواريخ الايرانيه الى روسيا للرد على الدعم الإيراني لروسيا، بما في ذلك التسليم الأخير للصواريخ البالستية التي ستستخدم ضد أوكرانيا فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عشرة أشخاص وستة كيانات في إيران وروسيا وحددت ستة سفن سمحت لإيران بتسليم هذه الصواريخ وهذه الشحنات الى روسيا بما في ذلك الصواريخ والطائرات من دون طيار وفي نفس السياق اعتبر مسؤول السياسه الخارجيه بالاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل ان نقل صواريخ ايرانيه بالستيه لروسيا يشكل تهديدا مباشرا للامن الاوروبي ويستوجب ردا سريعا. واضاف في بيان ان بروكسل تدرس فرض عقوبات ضد طهران من بينها قيود على قطاع الطيران واجراءات ضد افراد وكيانات مشاركه في برنامجها الصاروخي وكذلك برنامجها المتعلق بالطائرات المسيره. إجراءات قال بوريل إنها ستتم بتنسيق كامل مع شركاء الدوليين لبروكسل موسكو وطهران نفتا من جهتهما صحة التقارير الواردة في هذا الشأن حيث قال وزير الخارجية الإيراني أن لا صحة لتزويد بلاده روسيا بأي صواريخ باريسية في حين قال الكرملين أن التعاون الروسي الإيراني يشمل مجالات تعاون متنوعة لكن لا صحة لنقل أسلحة إيرانية إلى روسيا حسب زعمه نفي لم يقنع العواصم الغربيه، ففضلا عن العقوبات المعتزم اتخاذها من قبل اوروبا والولايات المتحده، استدعت الخارجيه الفرنسيه القائمه بالاعمال الايرانيه لتبليغه احتجاجا رسميا بهذا الشان. ويثير نقل صواريخ بالستيه ايرانيه الى روسيا مخاوف متزايده من ان يعزز ذلك قدره الجيش الروسي على شن المزيد من الهجمات الداميه ضد الاوكرانيين. وهو ما اكده وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن قبل يومين حين قال ان موسكو ستستخدم على الارجح هذه الاسلحه الفتاكه ضد اوكرانيا في غضون الاسابيع القليله القادمه. فرضت الولايات المتحده عقوبات على شخصين وثلاثه كيانات بينها قناه نوفستي لتورطها في جهود روسيا لتوظيف شبكه ار تي وفروعها في عمليات سريه للتاثير في الانتخابات وزعزعه استقرار الديمقراطيات في دول اوروبيه وافريقيه وفي امريكا الشماليه والجنوبيه ايضا. مع تزايد القلق بشان تنوع اشكال التدخل الروسي في الانتخابات الديمقراطيه كشفت وزاره الخارجيه الامريكيه معلومات استخباراتيه تظهر ان شبكه روسيا اليوم التابعه للكرملين منخرطه في عمليات سريه عبر العالم تتعدى دورها الدعائي. لقد اتخذنا هذه الخطوات بناء على استنتاجنا الذي يفيد بان شركه روسيا سيفونيا والفروع الخمسه التابعه لها لم تعد مجرد وسائل للدعايه والتضليل فقط. لقد انخرطوا ايضا في انشطه سريه تهدف الى تقويض الانتخابات والديمقراطيه الامريكيه وتعمل كذراع فعليه لجهاز الاستخبارات الروسي. من اهم الاستنتاجات الجديده وفقا للمسؤولين الامريكيين ان الكريملين زرع وحده لجمع المعلومات بداخل الشركه الاعلاميه على مدى اكثر من عام لجمع المعلومات الاستخباراتيه. والانخراط في عمليات سريه شملت المشتريات العسكريه. وتهدف واشنطن من خلال هذه الخطوه الى توعيه باقي الدول بان روسيا اليوم والاجهزه الاستخباراتيه الروسيه يعملون سويا لبث الانقسامات وتقويض العمليات الديمقراطيه الى جانب الدعوه الى تشكيل ائتلاف دولي للتصدي لهذه التهديدات. احد الاسباب التي جعلت الكثير من دول العالم لا تدعم اوكرانيا بشكل كامل رغم الغزو الروسي وانتهاك القاعده الاولى للنظام الدولي هو الانتشار الواسع النطاق لشبكه روسيا اليوم حيث يتم بث المعلومات المضلله لملايين ان لم يكن لمليارات الاشخاص حول العالم. يأتي ذلك بعد أسبوع من توجيه وزارة العدل الأمريكية تهما لموظفين في شركة روسيا اليوم بالتورط في حملة بقيمة حوالي عشرة مليارات دولار لدفع مصالح الكريملين وبث التفرقة والفتنة بين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف اضعاف المعارضه للحرب الروسيه على اوكرانيا وكان مسؤولون في اجهزه الاستخبارات الامريكيه حذروا ايضا من ان الجهود السريه التي تبذلها الحكومه الروسيه للتاثير على الانتخابات الرئاسيه هذه المره تبدو اكثر تطورا من المواسم الانتخابيه السابقه لاسيما عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لانشاء محتوى مزيف مقنع بشكل متزايد. هشام بورار الحره واشنطن. معنا من وود ايلاند الجنرال بيترز واك الملحق الدفاعي الامريكي السابق لدى روسيا اهلا بك معي جنرال زواك اذا بالنظر الى تحفظ اداره بايدن على استخدام الصواريخ بعيده المدى لضرب العمق الروسي مباشره برايك ما هي الاستراتيجيه الامريكيه للتعامل مع تصريحات وتهديدات بوتين وايضا لتجنب التصعيد في ظل الضغوط المتزايده لتقديم دعم اكثر لاوكرانيا ولا ننسى الان الرئيس بايدن يجتمع في هذه اللحظات مع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقال في بدايه هذا الاجتماع وأوصل رسالة بأن بوتين لن ينتصر في هذا أو في هذه الحرب. تفضل. نعم. مسائل مساء الخير لك وللمشاهدين السلام عليكم. نحن عند نقطه تحول كانت هناك العديد من هذه اللحظات التي تسمى خطوط حمر في اخر سنتين ونصف من هذه الحرب في اوكرانيا وانا اذكر وساستعرض النقاط ان روسيا الان مره اخرى دخلت اوكرانيا منذ عامين ونصف قامت بغزو اوكرانيا في فبراير ألفين وإثنين وعشرين واحد وهي لم تتوقف عن هجماتها وتستخدم كل طاقاتها النارية وبوتين اشتكي. من قيام الاوكرانيين باطلاق قذائف في العمق الروسي وروسيا تفعل هذا الشيء في اوكرانيا منذ بدء الحرب وغطت مساحه اوكرانيا كلها اهداف عسكريه والاكثر من هذا ايضا ضربت البنى التحتيه المدنيه وعندما بوتين وروسيا يشتكون من ضربات داخل روسيا عليهم ان يفهموا وان يتذكروا اصل هذا الشيء. نعم اداره بايدن حذره ولكن في نفس النقطه هي حازمه والسلوك الروسي الحالي في رايي محتمل ان يخلق المزيد من الاصرار ورد الفعل ونرى هذا الان مع حلفائنا البريطانيه ربما ودول اخرى والتي تعطي الضوء الاخطر الى اوكرانيا كي تقصف في العمق الروسي بستورم شادو وصواريخ اخرى هذا موقف جنوني ولكن الروس هم الذين جلبوه على انفسهم و ار وهي جهاز تضليل سيد, سيد زواك لا اريد لا اريد جنرال زواك لا اريد سامحني المقاطعه لا اريد ان يعني نريد ان نتحول من ملف الى اخر كنا نتساءل عن استراتيجيه الولايات المتحده بوتين يهدد الغرب يهدد الناتو يقول ان تم استخدام او السماح لاوكرانيا باستخدام الاسلحه الغربيه بعيده المدى لضرب الاراضي الروسيه فهذا يعني ان الولايات المتحده والناتو اصبحوا جزءا من هذه الحرب ما هي استراتيجيه الناتو والولايات المتحده للتعامل مع هذا الموضوع ان لم تسلم صواريخ بعيده المدى الروس قد يسمونه هكذا ولكننا لا نسميه هذا دعما للدفاع عن الدفاع الوجودي عن دوله صديقه ونحن لن نستخدم كلمه حرب الاسلحه تذهب من عدد من الدول هذه الاسلحه او السياسه الامريكيه لا تشجع على الذهاب الى الحرب هذا هو خطاب بوتين وكان يستخدمه منذ البدايه نسميه ابتزاز من جانب بوتين ليس لدينا نيه في خوض حرب مع روسيا روسيا ونفسيا هي في حاله حرب بالفعل مع الولايات المتحده والغرب بطريقه عدائيه شفويه وايضا تخوض حربا او تشن حربا على السلام. هناك القليل من السلام وفيما بين هذين الشيئين هناك منطقه رماديه نحن في حاله حرب فيها طيب. ولكن هذه المنطقه الرماديه فيها استعمال روسيا لارتي ووسائل اخرى طيب. لتقويض الغرب طيب. بما فيها استعمال النقابات في اوروبا ساتحدث عن ار معك بالتاكيد لا يعني لن لن اغفل عن هذا الموضوع ولكن في الوقت الذي روسيا تهدد الناتو روسيا تتسلم شحنات صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران كيف ترى تأثير هذا التعاون العسكري على مواقف الدول الغربية وهل العقوبات هي السيناريو الأفضل برأيك للتعامل مع هذا التحالف الإيراني الروسي؟ هذا يظهر سقوط ايران في الحفره. الاسلحه التي تستخدم ضد اوكرانيا، اوكرانيا ليست في حاله حرب مع ايران، وهي بالفعل الان هي شريك لروسيا وتفعل كل شيء تستطيعه لدعم هذا <applause> هذه الدولة المعادية أو العدائية لا أحد يريد أن يضرب إيران، ولكن إيران تجعل نفسها وبشكل متزايد هدفاً كما رأينا في حالة إسرائيل. وإذا استمرت إيران في هذا المسار لا أعرف إلى أين سينتهي ولكن هي تدعم وتساعد الروس الذين يستخدمون الصواريخ الايرانيه لقتل الاوكرانيين وهذه هي نقطه اساسيه وهنا تقودني انت الى سؤال جنرال زواك تقودني لسؤال مع تزايد هذا التعاون العسكري بين روسيا وايران كيف يمكن ان يؤثر هذا التحالف على الحرب في اوكرانيا وليس فقط اوكرانيا نتحدث ايضا عن توازن القوى في منطقه الشرق الاوسط اعتقد ان هذا سيكون مؤلما بالنسبه لاوكرانيا ولكنه لن يغير مسار الحرب. الأوكرانيون امتصوا أسوأ من هذا من الروس ولكن الأوكرانيون يراكمون في الشرق الاوسط ايران جعلت نفسها دوله منبوذه ليس فقط في الشرق الاوسط وانما على المسرح العالمي وكما راينا في حاله اسرائيل ووصولها الى ما يسمى بالحلفاء مثل الحوثيين والميليشيات الشيعيه وحزب الله وحماس لا ايران تلعب على كل الحبال وهذا سيكون له مردود سلبي على ايران انت تريد الحديث عن ار تي وها انا اتيك الان بسؤال حول ار تي في ضوء العقوبات الجديده التي استهدفت وسائل اعلام روسيه مثل ار كيف تؤثر هذه العقوبات على قدرة روسيا على التأثير في الرأي العام العالمي وهل يعتبر هذا جزءا دعني أقول من استراتيجية أوسع لاحتواء لحتف... نفوذ روسيا الإعلامي والدعائي هل هذا كاف <تصفيق> 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 هذا سؤال جيد <applause> أعتقد أن هذا السلوك والذي يعود الى ايام روسيا والاتحاد السوفيتي، هذا سلوك عضوي. هذه الانظمه السلطويه تقود حروبا حروب اكاذيب ومعلومات مضلله. هذه حلبه بلادنا لا تشعر بالراحة فيها ولكن عليها أن تواجه التحديات فيها مرة أخرى وكما قلت هذه الحلبة حلبة المعلومات RT وأجهزة أخرى روسيا تخوض حربا غير حركية هنا يشعرون بأنهم وبشكل غير متناسب يسوون الحسابات مع الغرب عن طريق اللجوء إلى هذه التكتيكات هذا جزء من الحسابات الروسية السوفيتية القديمة ولن تتوقف بغض النظر عما يحدث والعقوبات نعم ستضايق إلى آخره ولكن تضايق الأفراد ولكن هذا لن يوقف هذا السلوك من رود آيلاند الجنرال بيتر زواك الملحق الدفاعي الأمريكي السابق لدى روسيا أشكر لك وجودك معنا وهذه المشاركة شكرا لك ولوقتك كشف تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إيران وروسيا تستخدمان عصابات إجرامية لاستهداف منتقدين نظامي طهران وموسكو مما يقيمون في, في أوروبا والولايات المتحدة وسند تحقيق الصحيفه الى مقابلات مع كبار المسؤولين في اكثر من 12 دوله ومئات صفحات من سجلات المحاكم الجنائيه في الولايات المتحده واوروبا فضلا عن وثائق حصلت عليها صحيفه واشنطن بوست من اجهزه امنيه في تطور مثير للقلق للاجهزه الامنيه في الولايات المتحده واوروبا تسعى إيران وروسيا إلى ملاحقة معارضيها في الخارج عبر عصابات إجرامية بدلا من العملاء السريين. هذا ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وذلك في تحقيق استند إلى مقابلات مع كبار المسؤولين في أكثر من 12 دولة ومئات الصفحات من سجلات المحاكم الجنائية في الولايات المتحدة وأوروبا فضلا عن وثائق حصلت عليها الصحيفة من أجهزة أمنية. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذه التصرفات تضع إيران وروسيا بين أكثر ممارسي ما يصفونه "القمع العابر للحدود الوطنية"، وهو الأكثر خطورة على مستوى العالم. وتقول الصحيفة إن إيران استعانت في السنوات الأخيرة بما يعرف باسم عصابات الدراجات النارية. وهي شبكه مافيا روسيه سيئه السمعه بالاضافه الى عصابه يقودها تاجر مخدرات ايراني لتنفيذ عمليات خطف وقتل للمعارضين وباستخدام هذه العصابات خططت ايران لمؤامرات ضد ضابط ايراني سابق يعيش في ولايه ميريلاند بالولايات المتحده بالاضافه الى صحفي ايراني امريكي منفي في بروكلين وناشطه في مجال حقوق المراه في سويسرا بالاضافه الى نشطاء اخرين في المانيا اما روسيا التي اعتمدت تقليديا على عملائها في العمليات القاتله فقد لجات العام الماضي الى عصابات المافيا في اسبانيا لقتل طيار مروحيه عسكريه انشق عن الجيش بعد الحرب على اوكرانيا ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمنيين قولهم إن استئجار إيران وروسيا عصابات إجرامية لملاحقة المعارضين يعد مؤشرا على الصعوبات التي يواجهها عملاؤها التقليديون في تعقب منتقدي الدولتين في الدول الغربية تهمت السفارة الأمريكية في بغداد مجموعات موالية لإيران بالاعتداء على مجمع الدعم الدبلوماسي في العاصمة العراقية مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس في بيان رسمي صدر الجمعه اعلنت السفاره الامريكيه في بغداد ان الهجوم الذي استهدف مجمع الدعم الدبلوماسي الامريكي في العاصمه العراقيه مساء الثلاثاء نفذته ميليشيات متحالفه مع ايران والتي تعمل داخل العراق بحريه واكد البيان ان الدلائل تشير الى تورط هذه الجماعات المسلحه في التخطيط والتنفيذ للهجوم ولكن لحسن الحظ لم يسفر الاعتداء عن وقوع ضحايا وفقا للتقارير الاوليه الرد العراقي جاء عبر خليه الاعلام الامنيه التي اكدت ان البعثات والمنشات الدبلوماسيه تتمتع بحمايات امنيه جيده مشيره الى ان توفير الحمايه للبعثات سيعمل على تطوير المصالح والعلاقات الدوليه بقدرات عاليه وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر أمنية الثلاثاء أن صاروخين سقطا على مقربة من قوات أمريكية متمركزة في معسكر النصر قرب مطار بغداد وسط تقارير عن حدوث أضرار مادية دون سقوط قتلى، ويستضيف العراق حوالي 2500 جندي أمريكي ضمن إطار العمليات العسكرية والتحالفات الأمنية. ويشهد البلد صراعاً بين القوى الدولية والإقليمية، حيث تمتلك إيران نفوذاً واسعاً عبر الفصائل المسلحة المتحالفة معها. ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس المدعومة من إيران، شنت جماعات مسلحة بالعراق متحالفة أيضاً مع طهران هجمات على قوات أمريكية في المنطقة. نناقش هذا الموضوع بشكل اوسع من واشنطن مع جورجيو كافيرو وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس غلف ستيت اناليتكس ومختص في الشؤون الدوليه اهلا بك معي سيد كافيرو برايك ما هي الرساله ما بعد ان صرحت السفاره الامريكيه بتاكيد ان ميليشيات مدعومه من ايران هي من قامت بهذه الضربه ما هي الرساله التي ارادت هذه الميليشيات من خلالها أن توصلها للولايات المتحدة خاصة أن هذه الضربة وقعت قبيل زيارة الرئيس الإيراني بزشكيان الأولى له للعراق شكرا سعيد بوجودي معكم انا بالتاكيد لا اعرف على وجه اليقين اي فصيل كان مسؤولا عن هجوم العاشر من سبتمبر على مطار بغداد ولكن اقول انني مرتبك قليلا بالنسبه لماذا هذه المجموعة المرتبطة بإيران لماذا تشارك في مثل هذا الفعل قبيل زيارة رئيس إيران الهامة للعراق. مرة أخرى أنا بالتأكيد لا أعرف أي مجموعة وراء هذا الهجوم ولكن ليس من المنطقي بالنسبة لي أن إحدى المجموعات المدعومة من إيران تقوم بهذا أيضا من الجدير بالذكر أن كتائب حزب الله استنكرت عمل العنف هذا واستنكرت هذا الهجوم انا غير متاكد بالضبط ماذا حدث ولكن لا يوجد اي انكار لحقيقه انه منذ السابع من اكتوبر كل من المجموعات الشيعيه المدعومه من جانب ايران في العراق وكذلك المجموعات السنيه المتطرفه المعاديه لامريكا والمعاديه لايران كانت تصعد من اعمال العنف التي تستهدف المصالح الامريكيه داخل العراق وهذا هو الاطار الذي يجب ان ننظر فيه بعيدا من هي المجموعه التي قامت او من هي الميليشيات او الفصائل التي قامت بهذا الهجوم ولكن الحقيقه امامنا ان الهجوم قد وقع وقع قبيل زياره الرئيس الايراني الجديد بسشكان للعراق وهي زياره مهمه تعتبر بالنسبه لايران وايضا بالنسبه للعراق هذه هي الحقائق التي امامنا نريد ان نعرف من خلالك بتاكيد دلالات ما وقع مع ربط ذلك بالتوقيت ما هي الدلالات امامك؟ ما الذي تراه؟ وما هي ايضا المؤشرات؟ الى الى ماذا يشير ذلك او هذا الهجوم الى الى ما يشير؟ دعني اقول اعتقد ان مجموعه معاديه لايران، مجموعه سنيه متطرفه لو قامت بهذا الهجوم فهذا سيخدم او سيعمل على اذلال السلطات العراقيه ويظهرها وانها لم تتمكن من توفير الامن في المطار في الوقت الذي فيه الرئيس الايراني على وشك القيام بزياره تاريخيه او زياره هامه للعراق هذا منطقي وبالتأكيد يمكن أن يصور السلطات العراقية على أنها غير كفء ويشكك في سلامة وفي صحة وجود الرئيس او في قيام الرئيس الايراني بزياره للعراق اعتقد ان هذا هو اسهل تفسير يمكن ان نقبله وانا غير متاكد بالضبط ماذا س او ما الذي ستحصل عليه مجموعه مواليه لايران من القيام بهذا الهجوم قبل ساعات من وصول الرئيس الايراني بالتاكيد كان هذا يمكن أن يحدث ولا أنا لا أدعي أنني متأكد ولكن هذا سيكون أكثر إرباكا من منظوري أنا يعني أقرأ تفسيرا منافيا للبيان بالأساس الذي يعني صدر عن السفارة الأمريكية أو الذي يقول أن ميليشيات مدعومة من إيران وليست لربما قد تكون سنيه وتريد احراج الحكومه العراقيه او حتى الرئيس الايراني ولكن كيف سينعكس ذلك دعنا نقول على المشهد في العراق حق الرد ذكر في هذا البيان سيكون هناك رد. بغض النظر عمن كان وراء هذا الهجوم في العاشر من سبتمبر لا يوجد اي شك في ان الولايات المتحده تواجه الكثير من التحديات الامنيه في العراق والتي هي مرتبطه باللاعبين المتحالفين مع ايران على الارض والذين يريدون ان يروا الولايات المتحده تغادر العراق قبل السابع من اكتوبر هؤلاء اللاعبين كانوا ملتزمين بمحاولة طرد الامريكيين والان وضمن اطار حرب اسرائيل على غزة ومعظم العرب يفهمون ان هذه حرب امريكية اسرائيلية على غزة هناك زخم وراء هؤلاء المج هذه المجموعات وجهودها الخاصه باستخدام العنف لطرد الامريكيين من العراق. وبالتالي الولايات المتحده واضح انها قلقه بشان يد ايران داخل العراق والمدى الذي تمكنت فيه هذه المجموعات من تعزيز قوتها داخل الدوله العراقيه هذا ليس بموضوع جديد قبل سنوات كنا نناقش نفس الشيء هذا تحدي مستمر والولايات المتحده كانت تواجه هذا التحدي والى حد ان اللاعبين المدعومين من ايران لهم نفوذ طيب. في العراق وهذه حقيقه من حقائق الحياه نعم. المساله ليست شيئا نعم. ليس الولايات المتحده تحبه طيب. وهي غاضبه من هذه الحقيقه ولكن لسنوات لم نرى واشنطن تتمكن من مواجهه نفوذ ايران بشكل فعال الى اي مدى يمكن لمن يرى او يفسر ما جرى هو محاولة غير مباشرة لإيصال رسالة إلى الولايات المتحدة بأن لا تغادر العراق. الكلام في العلن يطلب من الولايات المتحدة وتذكر ربما هذا هذا الموضوع نوقش سابقا وكان يقول أن رئيس الوزراء العراقي سيد شيع السوداني يقول ذلك علنا ولكن بعيدا عن او في الغرف المغلقه لا يريدون من قوات التحالف الامريكي ان تغادر العراق أو تحالف الدولي أن تغادر العراق بقيادة الولايات المتحدة هل هذا التفسير يمكن أن يكون حقيقيا أو صحيحا هل تتفق مع ذلك أن ما جرى اليوم هو محاولة لإيصال رسالة للولايات المتحدة لا تغادر العراق well. <applause> واضح اننا نحتاج الى ان نرى بعض الادله الملموسه، ادله تبرهن على ان اللاعبين وراء هذا الهجوم في العاشر من سبتمبر، بغض النظر عن اللاعبين الذين توفرت لديهم الحوافز، انا اقول هذا كان ممكنا ولكن قبل ان اؤكد هذا، يجب ان احصل على نوع من الادله. وبالتأكيد أنا غير مقتنع بالضرورة أن م. هذا هو م. الذي حدث من واشنطن من واشنطن كنت معنا جورجيو وكافير الرئيس التنفيذي ومؤسس جلف ستيت اناليتكس و مختص في الشؤون الدوليه شكرا لك ولي وقتك. فرضت الولايات المتحده الجمعه زيادات كبيره في الرسوم الجمركيه على سلع صينيه تصل الى 100% على المركبات الكهربائيه وايضا على ان يدخل ذلك حيز التنفيذ في غضون اسبوعين واشنطن تفرض زيادات كبيره في الرسوم الجمركيه على سلع صينيه، بعضها سيدخل حيز التنفيذ في غضون اسبوعين. الرسوم الجديده تصل الى 100% على المركبات الكهربائيه و25% على بطارياتها وعلى الحديد والالومنيوم والمعادن الرئيسيه. وأكد مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي فرض رسوم نسبتها خمسون على أشباه الموصلات ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل وفرض رسوم بنسبة خمسة وعشرين على بطاريات أيونات الليتيوم غير المستخدمة في المركبات الكهربائية ستطبق في يناير 2026 الممثلة التجارية الامريكية قالت ان الزيادات النهائية ستستهدف سياسات وممارسات الصين الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الامريكية. واتخذت اجراءات زيادة الرسوم الجمركية على منتجات بقيمة 18 مليار دولار تقريبا بعد مراجعة لرسوم فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. الذي كان أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار الخطوات المتخذة ستؤثر على منتجات كانت مستهدفة أساسا في الرسوم التي فرضها ترامب إضافة إلى منتجات أخرى لكن تدابير إدارة بايدن تتجاوز التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة النظيفة تشمل أيضا سلعا مثل الرافعات والمنتجات الطبية وضخت اداره الرئيس جو بايدن اموالا طائله لدعم قطاعات مثل صناعه اشباه الموصلات والابحاث الى جانب الجهود الراميه لتعزيز الاستثمارات الصديقه للبيئه وتشعر بالقلق من الصادرات الصينيه الزهيده الثمن حول هذا القرار الامريكي يطلعنا بالتاكيد على المزيد من من كاليفورنيا ضم الينا مراسل الحره ناصر عبد الحق اذا فرض رسوم جمركيه بنسبه 100% ناصر على بعض السلع الامريكيه منها حتى السيارات الكهربائيه ضعنا في التفاصيل نعم يوسف حقيقه منذ العام 2018 عندما بدأ الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض هذه التعريفات الجمركيه على السلع الصينيه بشكل عام والقادمه الى الولايات المتحده كان لكل ذلك التعريفات اهداف عديده على رأس هذه الاهداف طبعا في الاونه الاخيره سمعنا العديد من المسؤولين الامريكيين وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن بان هذه السلع الصينيه التي تنافس في السوق الأمريكية بسبب كما تعتقد الولايات المتحدة أن الصين أو الحكومة الصينية تدعم الشركات بالأموال وغيرها هي تجعلها في إطار المنافسة غير العادلة مع المنتجين الأمريكيين وفي نفس الوقت تسعى الإدارة الأمريكية إلى دعم المصنعين والمنتجين الأمريكيين وتطوير هذه التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي يرى الأمريكيون فيما في السيارات الكهربائية الصينية لو دخلت إلى السوق الأمريكية فسأن فإنها ستكون منافس كبيرة وعائق أمام تطوير صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية لكن هذا يرى مراقبون بأن هذه التعريفات الجمركية

هي بالتاكيد مع كل هذه التعريفات الجمركيه ستبقى السيارات الصينيه بسبب دعم الحكومه منافسه للسيارات الكهربائيه الامريكيه، هذا فيما يتعلق في السيارات يوسف، لكن هناك ما هو اهم من ذلك وهي المواد او المنتجات المتعلقه في تقنيه هذه السيارات الكهربائيه مثل مواد تعتبر هي

الرقائق نعم وحتى المواد التي تصنع منها هذه الرقائق مثل السيليكون وهي يطلق عليها المعادن النادره والتي تسيطر الصين على نسب عاليه عالميا منها ما دعا ربما بعض المنتجين الامريكيين في السابق عند فرض مثل هذه الرسوم الى ابداء اعتراضهم واحتجاجهم لدى الاداره الامريكيه بان ذلك سيؤثر على الصناعه الأمريكي. وسيزيد من كلفة الصناعات الأمريكية وبالتالي من سيتحمل كل هذه الارتفاع في الأسعار هم هو المستهلك الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك هناك مواد تتعلق بصناعة اللوائح الطاقة الشمسية وكلها كما ذكرنا في حال رفع الرسوم عليها ستؤثر لا. على هذه الصناعة داخل الولايات المتحدة لكن كما قلنا هدف الولايات المتحده في الدرجه الاولى هي السيطره على صادرات الصين التي ترى في ان الحكومه تدعمها بشكل غير غير عادل. م. اخيرا يوسف اود الحديث عن نقطه اخرى لا. باختصار هي اننا نشهد الان حمله محمومه بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حملات انتخابيه ويتنافس الجانبان فيها في اظهار مواقف اكثر صرامه صحيح. تجاه ما يتعلق في التجارة مع الصين م. خاصة فيما يتعلق في التجارة مع الصين كما ذكرنا م. والمنافسة المحتدة بين البلدين نعم يوسف شكرا لك من كاليفورنيا كنت معنا مراسل الحر ناصر عبد الحق إذا يكثف المرشحان إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية كمال هارس ودونالد ترامب حضورهما في الولايات المتأرجحة قبل أسابيع عدة على موعد الانتخابات وذلك في مسعى لكسب الأصوات الحاسمة فيها في وقت ارتفعت وتيره الخطابات الحاده بينهما من جديد قبل اقل من شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية، يبدو المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هارس في سباق محموم مع الوقت لكسب تأييد الشريحة الرمادية من الناخبين في الولايات المتارجحة التي يسعى الاثنان للظفر فيها لتأمين عبور سهل إلى البيت الأبيض. هارس وترامب وضعا نصب أعينهما تكثيف الحملات الانتخابية في تلك الولايات، حيث يتوجه ترامب إلى نيفادا ساعي هنالك بحسب حملته إلى إيصال رسالة للناخبين بشأن الاقتصاد فيما تمضي هارس عطلة نهاية الأسبوع في بنسلفانيا التي تعتبر بحسب جميع استطلاعات الرأي إحدى الولايات الحاسمة في السباق المتأرجح وكان المرشحان رفعا من سقف خطابهما في اليومين اللذين تليا المناظره التي جمعت بينهما حيث كثف ترامب هجماته على هاريس في خلال تجمع بولايه اريزونا المهمه واصفا اياها بالمجنونه ومطلقا سيلا من الوعود الانتخابيه ابرزها ما يتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين أما هاريس التي أمضت يوماً طويلاً في ولاية نورث كارولاينا الحاسمه فاعتبرت أن الوقت قد حان لقلب الطاوله على ترامب متعهدة بالدفاع عن الطبقه الوسطى وحقوق المرأه المرتبطه بالإنجاب. يعرب الناخبون اللاتينيون في ولايه فلوريدا عن قلقهم تجاه الرسائل المتعلقه بالاشتراكية والشيوعيه بسبب تجاربهم الشخصيه مع الأنظمه القمعيه في أمريكا اللاتينيه. ويتردد صدى هذا المنظور لدى الكثيرين في مجتمعات ميامي الكوبيه والفنزويليه والنيكاراغويه الذين فروا من الحكومات الاشتراكيه والشيوعيه. صدى المخاوف من الاشتراكيه يتردد في اوساط العديد من الناخبين الامريكيين من اصول كوبيه وفنزويليه ونيكاراغويه في ميامي الذين فروا من الحكومات القمعيه. العديد من الناخبين الأكبر سنا الذين يتذكرون العيش في ظل مثل هذه الأنظمة يفهمون جيدا هذه التحذيرات بشأن الانتخابات الأمريكية المقبلة ومنع انتشار السياسات التي يربطونها بالحكومات التي فروا منها، فيما استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه المخاوف متهما نائبة الرئيس كاملا هاريس بتبني سياسات اشتراكية. السياسات السيئه لاشخاص يتمتعون بالكاريزما ويسوقون انفسهم على انهم طيبون نراهم اليوم يقمعون الناس هذا هو التناقض ربما الشباب الذين ولدوا في هذا البلد والاشخاص الذين لم يضطروا الى الهجره في السنوات الاخيره من هذه الانظمه يبدو لهم ان هذا الامر لن يحدث هنا لكن كبار السن لا تزال لديهم ذاكره لما كانت عليه سياسات القمع الرهيبه وقد فر العديد من الناخبين ذوي الاصول اللاتينيه المقيمين حاليا في فلوريدا فروا من الشيوعيه او الاشتراكيه وهم معرضون بشكل خاص للرسائل التي تعتمد على هذه المخاوف <applause> خلال الانتخابات يصبح الناس متطرفين، هذا شيء لا يمكننا تجنبه، لذلك اذا كنت شخصا قادما من فنزويلا او كوبا او من نيكاراغوا وتسمع جمهوريا يتهم مسؤولا كبيرا مرشحا لرئاسه البلاد بانه اشتراكي فهذه رساله قويه جدا وفعاله للغايه مع الناخبين هنا في ميامي. وفي عام 2020 تقدم ترامب في فلوريدا بأكثر من ثلاث نقاط وهو هامش كبير في ولاية تنافسية تاريخيا، لعب دعمه من قبل الناخبين ذوي الأصول اللاتينية وخاصة في جنوب فلوريدا دورا حاسما في فوزه. لكن فلوريدا التي كانت تميل اكثر الى الجمهوريين في الدورات الانتخابيه الاخيره لا تزال تعتبر ولايه رئيسيه وساحه معركه من قبل الكثيرين في خاصة قامتها وزارة العدل الأمريكية في واشنطن العاصمة بمناسبة مرور 30 عاما على إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة أعلن وزير العدل ميريك جارلاند دعما بقيمة 690 مليون دولار لصالح منح جديدة لتأهيل الضحايا وبرامج الحد من العنف الممارس بناء على النوع دخلت وزارة العدل الامريكية بمرور 30 عاما على اقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة بحضور عدد كبير من المسؤولين والمسؤولات الى جانب مستفيدات من برامج تأهيل وحماية ضحايا العنف المنزلي والجنسي. وزير العدل الامريكي اعلن ضخ تمويل بقيمة 690 مليون دولار لصالح منح يقدمها مكتب مكافحة العنف ضد المرأة. ثلاثة عقود مرت على إقرار قانون مكافحة العنف ضد المرأة بكل أشكاله ومواقعه سواء في المواعدة أو داخل المنزل أو خارجه أو عبر الإنترنت. وعلى الرغم من أن نصف البلاغات تفضي إلى اعتقال المشتبه بهم، لكننا لا نزال نشهد أن ثلثي السيدات التي يتعرضن للعنف يرفضن الإبلاغ عنه. لقد ساعد القانون في إعطاء السلطات أدوات للحد من العنف ضد النساء وتأهيل الضحايا. أعلن اليوم عن تمويل بقيمة 690 مليون دولار في شكل منح لبرامج يدعمها القانون وزير العدل الأمريكي أكد أن ثلث جرائم قتل النساء في الولايات المتحدة بمعدل أربعة ألاف سيدة يقتلن سنويا على أيدي أزواجهن أو شركائهن الحاليين أو السابقين بالإضافة إلى تلقي آلاف البلاغات التي تصل من نساء يتعرضن للتحرش والأذى عبر الإنترنت قبل ثماني سنوات كان أحد المجرمين المتهمين في جريمة قتل جارتي وزميلتي في الجامعة يهددني ويتعقبني لجأت إلى مكتب مكافحة العنف ضد المرأة لحمايتي وبفضله أنا معكم اليوم أكمل مسيرة التعافي من تلك الفترة بعدما نجوت من التعقب وتهديدات بالقتل أنا اليوم ممتنة للقانون ولهذه المساعي في عام 1994 أقر الكونغرس قانون مكافحة العنف ضد المرأة بعد سلسلة من التجاذبات السياسية وبعد ثلاثين عاما يؤكد الرئيس بايدن أن القانون يعزز حماية المرأة ضد جرائم العنف بكل أشكالها وأعلنت وزارة العدل الأمريكية ضخ تمويل جديد لصالح برامج حماية يدعمها القانون سارة نور الدين الحرة واشنطن تزال مئة ألاف المنازل محرومة من الطاقة الكهربائية بسبب أعصار فرانسيس الذي ضرب الولايات الجنوبية الأمريكية وسط مخاوف السكان من فيضانات بعد هطول الأمطار الغزيرة أعصار فرانسين الذي بدأ يضعف بعد أن ضرب ولاية لويزيانا الأمريكية كأعصار من الفئة الثانية وهو يتجه بعيدا إلى الداخل من ساحل الخليج تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الالاف من المنازل والشركات وذلك بعد عاصفه عاتيه ضربت المجتمعات الساحليه واثارت مخاوف من حدوث فيضانات في نيو اورلينز وخارجها بعد ان غمرت مياه اعصار فرنسين الولايات الجنوبيه وبدا السكان المحليون محبطين بسبب انظمه شركات الكهرباء وبناها التحتيه التي وصفوها بالهشه حيث ما زال الالاف منهم بلا كهرباء وتسببت الامطار الغزيره على ساحل الخليج الشمالي بانقطاعات واسعه النطاق للتيار الكهربائي تاركا الاعصار شوارع مغطاه بالحطام. ونجت منازل واقعة على ساحل جنوب لويزيانا من أسوأ عاصفة عاتية بفضل نظام سد قوي وبوابة فيضان ورغم ذلك اصطدمت أمواج بمنزل ديبورا ماثرن التي كانت تحتمي فيه مع والدها <applause> لا أعرف أي طريق أسلكه في الشاحنة هل أغادر المنزل أم أبقى في المنزل وأتأرجح لذلك بقينا في المنزل وتارجحنا تغيرات المناخ المتلاحقه وغير المتوقعه احيانا تسببت من جهتها بزياده شده وتيره الاعاصير والعواصف وتوقيتها وامدها امر اربك توقعات هيئات الارصاد الجويه على مستوى العالم ودفعها للتحديث المستمر بمعلوماتها لتواكب تلك التغيرات وتاثيرها على الاعاصير والعواصف